الجهوية لم ترقى بعد إلى المستوى الجهات والتجارب السياسية كما هي في عدة تجارب مقارنة. وبالتالي فجزء من هذه المحدودية هو اليوم الذي نلحظه على مستوى العلاقة ما بين ممثل الإدارة المركزية على المستوى الترابي وكذلك المنتخبين على مستوى هذه الجهات. إذا بالتالي فهذه المنطلقات هي اليوم محددة لفهمي ربما محدودية الأداء الجهات على مستوى تحقيق وظائفها. اليوم الجهات وفق النموذج التنموي كما طالب بذلك جلالة الملك في خطاب 2017 يجب أن تكون مجالا لتحقيق عدالتين، العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. انطلقت من أرقام تتعلق مثلا بواقع جهات طنجة تطوان الحسيمة من حيث بعض الأرقام، وهي ذات دلالة مهمة جدا. الجهة تعرف فيها نسبة البطالة تصل فيها إلى حوالي 11.2%. معدل النمو في الجهة لا يتعدى 1.42% مقارنة مع الجهات الأخرى. معدل الفقر يصل فيها إلى 10.8%. إذا بالتالي هذه المعطيات اليوم تسائل كيف يمكن من خلال عملية التحقيق الالتقائية ما بين المجهود الترابي الذي يبذل على مستوى الجهات وما بين المجهود العمومي التي تبذله الدولة سواء من خلال الإدارات المركزية أو من خلال المؤسسات العمومية من أجل تجاوز هذه الأرقام التي هي أيضا التي تؤخر وتكون عاملا مساهما في يعني تبوء المغرب يعني مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات التنمية البشرية. كيف يمكن أن نفهم هذه العملية ديال تحقيق هذا الانسجام ما بين المخططات الترابية وما بين السياسات والبرامج العمومية؟ اليوم من خلال سأقوم بهذه العملية من خلال مبادئ ديال التنظيم الترابي. مبادئ التنظيم الترابي كما حددها الدستور هي أربعة أساسا. ترتبط أولا بمبدأ التدبير الحر، هذا المبدأ الذي إضافة إلى كونه يمكن الجماعات الترابية ومنها الجهات من الشخصية القانونية فله أيضا مظاهر متعددة تجسد هذا التدبير الحر. بعد المؤسساتي وهو اللي تكلم عليه اللي كتجسده من خلال عملية الانتخابات والديمقراطية والتراء العام المباشر وغيرها كآليات لمنح نوع من الاستقلالية لهذه الوحدات الترابية وكذلك الاستقلالية الوظيفية من خلال الاختصاصات والمهام التي أسندت بالجماعات الترابية والاستقلالية المالية اللي هي أيضا مهمة لتجسيد مبدأ التدوير الحر وسأعود إلى هذا الجانب ديال الاستقلالية المالية. المبدأ الثاني هو مبدأ التعاون والتضامن، واليوم يتضح من خلال الأرقام التي تقدمها الحكومة بأنه الدولة ما زالت فاعلة مركزيا على المستوى الترابي. رقم يقدمه اليوم تقرير اللي جاء في مشروع قانون المالي 2020 يتحدث على أنه الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي يصل إلى حوالي 82%، بمعنى أن الجهات لا تساهم في الاستثمار العمومي إلا بحوالي 12%. هذا الرقم يمكن أن يعفينا من أي كلام حول المجهود المالي والاستقلالية المالية اللي يمكن أن تتمتع بها هذه الجماعات الترابية. وبالتالي فمبدأ التعاون والتضامن هو جاء من أجل تدارك هذا النقص في الموارد وكذلك للمساهمة في إنجاز البرامج العمومية. وهنا بطبيعة الحال يمكن أن أشير إلى صندوق التضامن ما بين الجهات اللي هو صندوق مفروض أنه يعتمد مجموعة من المعايير من بين هذه المعايير ما يرتبط بالتنمية البشرية وما يرتبط بعدد الساكنة القروية والعاطلين وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية وكذلك طبيعة المشاريع النمو على حسب أولويات سياسة العمومية. إذا بالتالي فهذا المبدأ الثاني مفروض أيضا أنه يمكن أن يشكل رافعة لمقاومة أو لمجابهة اليوم هذا الواقع، واقع المريض ديال التفاوت ما بين الجهات واللا عدالة المجالية التي أصبحت من مشاكل الحقيقية التي اليوم في نظري من أهم معكات النموذج التنموي والتي يمكن أن تؤثر أيضا إذا لم يتم التفكير بطبيعة الحال في بدائل يمكن أن تعزز هذه القدرة التي يجب أن تتمتع بها بطبيعة الحال الجهات من أجل القيام بأدوارها التنموية. المبدأ الثالث هو مبدأ التفريع. مبدأ التفريع الذي يطرح اليوم مشاكل مهمة على مستوى العلاقة ما بين الإدارة المركزية وما بين الوحدة الترابية وما بين الوحدة الترابية نفسها. ويكفي أن سيدخلون تكلم عن اختصاصات أساسا. نحن نعلم أنه مبدأ التفريع يفترض بالضرورة أن تطلع الوحدات الأصلية الأدنى باختصاصاتها الأصلية على أن تتولاها الوحدات
الاعلى منها اذا لم تكن لها هذه الصلاحيه. طبعا تحب كنستثني اختصاصات سياديه اللي هي كتبقى دائما لدى الدوله، لكن الواقع اليوم يثبت بانه بالفعل تملك واستيعاب هذه الاختصاصات لم يتم بعد. وايضا هذا التدخل ربما ايضا حتى السرعه التي حكمت اعداد القوانين الترابيه خلال فتره 2015 ربما انتج هذا النوع من المشاكل. ونعطي مثال بسيط جدا هو المرتبط بتدبير إشكالية ديال الماء، نجدها لدى المصالح الخارجية للوزارات، نجدها مشتتة أيضا بين مجموعة من القطاعات الحكومية، نجد أيضا تدخل للمجلس الجماعي، تدخل لمجلس الجهة، تدخل لمجلس العمل والإقليم في مجال واحد. وطبعا ليس هناك أي وسيلة لضمان التقائية والتفاعل بين مختلف هذه المتدخلين. وبطبيعة الحال كيطرح المشكل ديال تحديد الاختصاصات وتحديد المهام، واخا أن المشرع على مستوى القانون 803 ميز ما بين المهام والاختصاصات، ولكن نجد هذا التدخل على مستوى الممارسة. وكذلك بعض المجالات التي منحت أو بعض الاختصاصات التي منحت لوحدات ترابية أخرى ربما كان من الأجدر أن تمنح إلى وحدات ترابية أخرى. وهنا ممكن نعطي مثلا ما يتعلق بصيانة المسالك القروية، المفروض أنها تمنح المجالس الجماعات ولكن منحت إلى مجالس العملات والأقاليم بطبيعة الحال. ولكن أيضا في لا بد أن تكون في اتفاقيات مع وزارة التجهيز بطبيعة الحال. إذا هذه المشاكل التي اليوم أثبتها كما قلت أثبتها الممارسة تطرح لنا إشكال ديال هذا المبدأ ديال التفريع، كيف يمكن أن يكون أيضا مساهما في تحقيق الاتكائية وتحقيق الانسجام بين مختلف المتدخلين ومختلف مستويات التدخل. هذا مبدأ مشاركة السكان، مفروض أن اليوم يعني التنظيم الترابي يفترض ليس فقط مساهمة المواطنين من خلال آليات الديمقراطية التمثيلية عبر انتخابات في الاقتراع العام المباشر، ولكن أيضا من خلال آليات الديمقراطية التشاركية التي بالفعل خلال هذه الولاية تبقى تجربة متواضعة. تجربة متواضعة أيضا لعدم توحيد الفهم حول أدوار هذه الآليات. هنا كنتكلم أساسا على هيئات الحوار والتشاور والهيئات الاستشارية، ولاحظنا أيضا نوع من الاختلاف في الممارسة ما بين الجماعات الترابية وما بين أيضا حتى نفس الجماعات الترابية نفس الجهة. وبالتالي كان هناك جماعات أحدثت هذه الآليات قبل أن تعتمد برامجها التنموية، وهناك جهات وجماعات حدثتها بعد أن قامت بإعداد برامجها التنموية، هناك جماعات أحدثت الهيئات الاستشارية وأعدت برامج عملها ولم تعرض هذه البرامج ومسودة هذه البرامج على هذه الهيئات. وبالتالي كان واحد نوع من عدم الانسجام وعدم تصور أو تملك صورة واحدة لكيفية تدبير هذه الآليات، بما أيضا يدمج مقاربة حقوق الإنسان، لأنه الدور ديال هذه الآليات الحوار والتشاور وهي استشارية هو أن تضفي أيضا بعدا آخر من المشاركة والإشراك، وكذلك إدماج الأبعاد الأخرى ما يتعلق بمقاربة النوع، ما يتعلق كذلك بمقاربة الحقوقية في اعتماد البرامج العمومية وخاصة المخططات الاستراتيجية التي يتم اعتمادها من قبل هذه الجماعات الترابية. إذا بالتالي فهذه التجربة لا يمكن أن نقيس عليها لأنها تجربة تأسيسية، وبالتالي من الصعب جدا أن حتى أنه نضع تقييم، لأنه المسافة لا تسمح المسافة الزمنية اليوم أن نضع تقييما لهذه الآليات. ولكن يبدو بالفعل بأنه مشكل أيضا في فهم وتملك هذه الآليات ودورها، لأنه الدور ديالها هو في أن تساعد وتساهم في تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تطور وتجود القرارات العمومية والبرامج العمومية التي يمكن أن يتم اعتمادها من قبل السياسيين أي المنتخبين على مستوى هذه الجماعات. بطبيعة الحال التقييم أو يعني معرفة مدى قدرة الجماعات الترابية على إدماج البرامج والسياسات العمومية في مخططاتها وفي عملها هو يرتبط بجانب مهم جدا وهو لا يقل أهمية عن الجانب السياسي والانتخابي، هو الجانب التدبيري. الجانب التدبيري منظومة القوانين التنظيمية يمكن القول بأنها بالفعل قدمت ترسانة أو تكنولوجيا تدبيرية مهمة جدا على مستوى النص، ولكن لازلنا وسيخيرون يشير إلى ثقافة تدبيرية، أنا أقول ثقافة تدبيرية ولكن ثقافة إدارية لما زالت تحكم اليوم لا المدبر ولا كذلك حتى المنتخب على المستوى الترابي. هذا المنظومة التدبيرية يمكن تحديدها في واحد ثلاثة أو أربعة ديال المحددات الأساسية.
المحدد الاول هو ادماج ثقافه التخطيط الاستراتيجي في العمل الترابي، وهو شيء مهم جدا على اعتبار انه اليوم التدبير العمومي الجديد في العالم كامل هو ينطلق اساسا من هذا التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي يمكن المدبر سواء كان سياسيا معينا سياسيا منتخبا او معينا، يمكنه بطبيعه الحال من ان يضع تصورا للعمل وللاشتغال وفق أجندة زمنية نسبيا طويلة تمتد إلى 3 سنوات، ويحول كذلك التدبير من التدبير بالوسائل إلى التدبير بالنتائج. وهذه هي فلسفة بطبيعة الحال التخطيط الاستراتيجي. واليوم الوثائق اللي منصوص عليها داخل على الأقل القانون التنظيمي للجهات نجد واحد 3 مخططات أساسية: مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم المديري ديال التهيئة والتعمير، والتصميم المديري للتكوين المستمر بالنسبة لأعضاء المستشارين الجامعات الترابية بالجهة. هذا التخطيط هو بطبيعة الحال هدف منه هو أنه تكون عندنا الرؤية، ويكون عندنا القدرة على التنبؤ، ويكون عندنا القدرة على التوقع، وكذلك استحضار الإمكانات والموارد اللازمة من أجل تنفيذ هذه المخططات. اليوم هذه المخططات تجربة ديال الجهات في معظمها لم أكن مخطئا أوكلت إلى مكاتب الدراسات وطبعت بطبع تقني، ولم يتم استحضار البعد السياسي الذي على أساسه من المفروض أن تتم هذه إعداد هذه الوثائق. وبالتالي أحيانا أو في معظم الحالات وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من المشاريع لم يتم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، لأنها كانت مشاريع بناء على دراسات معينة حتى ترتيب الأولويات. وانا لا اتكلم فقط يعني من الملاحظات والتجارب، الاولويات التي تم تحديدها لم تكن لاعتبارات سياسيه، بل كانت لاعتبارات تقنيه تم اعدادها من قبل مكاتب الدراسات. ليس عيبا ان تشتغل مكاتب الدراسات، لان يعني مكاتب الدراسات مهمه جدا، لانها يعني تمكن المدبر من افضل السيناريوهات، ولكن على السياسي ان تكون له جرأة سياسيه ان يختار افضل السيناريوهات بطبيعه الحال، والتي تنسجم ايضا مع اختياراته السياسيه التي قدمها امام الناخبين. كذلك هذا التخطيط الاستراتيجي كما قلنا يرتبط بإدماج أيضا أدوات تدبيرية أخرى، وأشير هنا مثلا إلى عملية التقييم، لأن ثقافة التقييم هي مهمة في عملية علاقة بالتخطيط الاستراتيجي. التقييم هو دائما يمكن من قياس أثر البرامج المعتمدة علاقة وأثرها على الساكنة، حتى أنه القوانين التنظيمية دمجت مجموعة من الآليات ديال المصاحبة للعملية ديال التقييم. كنتكلموا عن الرقابه على الكونترول اللي كيديروا المدير ديال الاداره المركزيه، كنتكلموا على مراقبه السير، كنتكلموا على الافتحاص والتدقيق، وكنتكلموا على التقييم والتقييم السنوي، والتقييم كذلك الدوري الذي يجرى كل 3 سنوات من اجل قراءه هل بالفعل تم تطبيق هذه البرامج. كذلك اليه بالاضافه الى التقييم عندنا التعاقد، وتكلم عليه سي خير. التعاقد اليوم ليس بمنطق لربما مشى فيه حتى الميثاق ديال التركيز، الميثاق ديال التركيز وكأنه يتحدث عن المصالح الإدارية باعتبارها شبابيك إداري. اليوم التدبير العمومي في عدد من الدول انتقل من مستوى الحديث عن الجيشي أدمينستراتيف إلى شبابيك للسياسات العمومية، وهو اللي تكلم عليها سي خيرون، مرتبطة بالأقطاب. بمعنى أنه اليوم إلا بغينا حقيقة أننا ندمجوا السياسة العمومية واستحضرها في السياسة الترابية، خصها أولا تكون مستوعبة حتى عند الممثلين ديال الإدارة المركزية، ماشي من منطق الفرض أي أنني أنتمي إلى وزارة، ولكن من خلال التقاطعات التي يمكن أن تحدث بين السياسات العمومية. شكرا جزيلا. أنا أكمل حالا. إذن بطبيعة الحال هذا الواقع يفترض بالضرورة أنه نفكر في الآليات اللي ممكن أنها تساعد العملية ديال تنسيق تنزيل ديال السياسة العمومية. هنا المدخل ديال التركيز الاداري يمكن ان يكون مدخلا اساسيا، ولكن اعتبر انه استثمار مهم يجب ان يتم القيام به، هو الاستثمار على مستوى الثقافه التدبيريه. للاسف لا عند المنتخب ولا عند المعين لا زالت حبيسه اشكال تقليديه بيروقراطيه للتدبير، ربما قد تحدث من اي مجهود عمومي. شكرا.